الحرب أعلى مراحل السياسة، أي أن الحرب أداة من أدوات الدبلوماسية الكثيرة التي تسخرها الدبلوماسية لحل النزاع. على هذا الأساس سنحاول قراءة مصلحة إسرائيل في شن حرب شاملة على لبنان، وإلى أي مدى يمكن لمثل هذه الحرب أن تخدم أهداف إسرائيل. إسرائيل وضعت أهدافاً واضحة لسياستها فيما يتعلق بلبنان، خلق واقع أمني يتيح عودة النازحين إلى بيوتهم وترميم قوة الردع الإسرائيلي. فهل الحرب يمكن أن تحقق هذه الأهداف؟ والأهم، هل يمكن تحقيق هذه الأهداف دون حرب؟ أولاً، هناك شبه إجماع في إسرائيل أن حرب مع حزب الله لن تنتهي بالقضاء على حزب الله، بل باتفاق سياسي معه، وبمعنى آخر العودة إلى تطبيق القرار 1701. وإذا كان من الممكن العودة إلى القرار 1701 دون حرب وهو ممكن، فلما الحرب أصلا؟ فيما يتعلق بإعادة الأمن بقوة السلاح، احتلال جنوب لبنان والعودة إلى سياسة المنطقة الأمنية في الجنوب، فكرة تعبت بها بعض الشخصيات المتطرفة في إسرائيل. وهنا لا يمكننا إلا استرجاع ما قاله كارل ماركس: التاريخ يعيد نفسه مرتين، الأولى على شكل تراجيديا والثانية بصورة مهزلة. فهل تريد إسرائيل فعلاً العودة على هذه المهزلة كما كانت قبل العام 2000؟ وهل تضمن منطقة عازلة أمن سكان كريات شموني فيما تصل صواريخ حزب الله ومسيراته من شمال لبنان إلى جنوب إسرائيل؟ وفيما يتعلق بالردع الإسرائيلي، لا أحد في إسرائيل قادر على ضمان أن تعيد معركة تنتهي باتفاق مع حزب الله ترميم الردع الإسرائيلي، بل العكس، فحرب لبنان الثالثة التي ستنتهي بتعادل ستضر الردع الإسرائيلي، ومبدأ علي وعلى أعدائي ودمار بيروت والضاحية مقابل دمار حيفا وتل أبيب لا تبدو وصفة جيدة لترميم الردع. فالردع النووي مثلا مبني على هذا المبدأ، لكنه يهدف إلى منع الحرب وخراب بلدين متحاربين. فهذا المبدأ يعني انتهاء إمكانية الحرب بين البلدين، أي أنه الكلمة الأخيرة وليس محلاً للتجارب كل بضعة سنوات. في النهاية يمكن القول أن المنطق يقضي بأن لا تبادر إسرائيل إلى حرب شاملة مع حزب الله، لكن يبقى السؤال: هل إسرائيل الآن تعمل وفقاً للمنطق، أم أن جنون ساسة مبتدئين هو ما يحكم إسرائيل؟ نضال كناعني، سكاي نيوز عربية، القدس.